للحديث أكثر حول هذه الجوانب ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ علي عبد الباقي المسلماني، نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي. السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك، حياكم حياك الله. الله الله يحييك. وحيا الجميع. حياكم الله. أستاذ علي، كيف تنظر إلى هذه الاختلالات من اقتحام لمصلحة الهجرة والجوازات إلى اختطاف أحد المغتربين أثناء عودته لأرض الوطن وغيرها من الظواهر؟ حياكم الله. يعني يلا. حقيقة عندما نتكلم عن النظرة يعني إلى موضوع معين بحد ذاته، يعني يعتبر أنه الظلم، نحن نظلم القضايا الأخرى التي تمر بها البلاد، يعني وخاصة يعني في العاصمة الاقتصادية عدن. فالاختلالات كثيرة جدا يعني، وهذه ما هي إلا واحدة من عدة اختلالات نعم. بشكل عام. فلماذا احنا يعني حقيقة عندما نتكلم يعني مثلا عن موضوع أو حدث معين يحصل في نفس اليوم نتكلم عنه وكأنها حادثة غريبة، وبالتالي نتكلم عنها وكأننا مستغربينها في مثل هذا الأمر في ظل وجود عدم الدولة لكن هذا وممارسة. اختطاف من المطار يا أستاذ الكريم. لا شوف، انا ما اتكلم عليك انه باختطاف بشكل عام، انا بعتقد انه يعني هي عندما حالة، تقتحم هي حالة فقط. الدولة احنا ضمن او ظواهر معينة اتجاه او ظاهرة اختطاف معينة ضمن الدولة. حالات متعددة. تفضل. انا معك، انا اتكلم لك انه لا فرق بين اختطاف شخص من المطار ولا اقتحام مؤسسات للدولة وبين قطع الطريق السبيل العام التي يتقطعوا فيها في الطريق العام. فبالتالي عند وجود غياب الدولة يعني لك ان تتصور انه هذه الامور ستحصل بشكل، يعني اولا لو تكلمنا عن اختطاف المسافرين من المطار سواء المسافرين او القادمين الى ارض الوطن، ستجد انه الاختطافات هذه تتوقف على انتماءات سياسيه وتوجهات سياسيه، وهذا للاسف امر مخيف جدا للغايه، انه وصلنا الى هذه المرحله ولا فيش يعني مجال للقانون ولا النظام القانوني انه مثلا يحمي او الامن، انه يجد المواطن اليمني عندما يعود الى بلاده انه يجد الامان بسبب توجه سياسي. نحن في اليمن عندنا توجهات سياسيه كثيره مع الاسف، فبالتالي كل مواطن اذا حب ان يسافر الى وطنه سيجد جهات معينه تقف في طريقه، وبالتالي من يحمي حقوق هذا الشخص؟ صحيح صحيح. فنحن يعني حقيقه عندما يعني نتكلم في حوارات معينه في هذا الجانب، نحن بدل ما نتكلم في هذا الموضوع ونشخص هذه المواضيع، يجب علينا ان نناشد اذا بقي لنا امل في حاجه اسمها حكومه تشكلت في هذه الحكومه التي كنا نتمنى انه بسبب هذه الاختلالات تم الاتفاق على اتفاقيه حاجه اسمها اتفاقيه الرياض، وبالتالي هذه الاتفاقيه لو تمت وطبقت بالشكل المطلوب لكنا اليوم ما نتكلم في هذه الامور، كنا نتكلم اليوم في كل الامور التي من شانها انه تحققت في ظل هذه الحكومه من استقرار، من امن واستقرار، ومن شريحه تنمويه، بدل ما نتكلم عن السلبيات كنا بنتكلم عن الايجابيات. صحيح. فبالتالي يعني لا غرابه انه احنا نجد في عدن او في اي محافظه من المحافظات المحرره، وخاصه في ظل عدم وجود مؤسسات الدوله الحكومه الشرعيه، يعني لا زلنا نعاني من هذا الموضوع سواء في المطار سواء في مؤسسات الدوله، في مؤسسات الدوله في الاماكن الاخرى التي تقتحم وبالتالي يتم يعني اغفال هذه واغلاق هذه المؤسسات. فلا وجود للدوله الشرعيه في عدن، نعم. ولا وجود لميليشيا وفرت للمواطن سبل الراحه او ضروريات او الاشياء الضروريه فقط لا غير. نحن وجدنا في عصابات تاكل وتنعش في 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 جسم هذا الوطن على حساب القضيه وعلى حساب قضايا وهميه لا نعرف ما هذه القضايا التي يتغنوا بها الاخرين ويتكلموا عن نضال. نحن منذ 67 الى اليوم نحن نتكلم بالنضال، وكله على حساب شعبنا وعلى حساب مقدرات شعبنا. هذا للاسف هذه امور كلها يعني اصبحت واضحه للجميع. اذا استاذ علي، من يتحمل المسؤوليه في هذا الجانب؟ انت حملت غياب الدوله نتحمل المسؤوليه، وكلنا نتحمل المسؤوليه يعني كدوله واحزاب سياسيه وكونات سياسيه كلنا نتحمل هذا الموضوع. يعني للاسف اقول لك هذا الكلام، نحن في وضع مزري جدا للغايه، ويجب علينا ان احنا نعترف بالواقع، وطالما نحن نغلط انفسنا وطالما نحن نبتعد عن الحقيقه لاي اسباب، وطالما ما نكون اكثر شفافيه في 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 انتقاد كل ما هو يعني محل النقد، فنحن لا يمكن احنا نخطو خطوه الى الامام في مصلحه هذا الشعب. نعم. انا اقدر اقول لك انه الى هذه اللحظه نحن نعتبر انه الشرعيه لم تقم بالدور المناسب لها، يعني وخاصه في الدور في طيب، المناطق. ما هو المفترض ان تقوم به الشرعيه استاذ علي؟ استعاده الدوله، عندما تستعيد الدوله، الدوله هو تبتدي من 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 من, من رجوع الحكومه الى انها تمارس اعمالها في وزارات المحدده يعني او المعروفه.
يعني استعادة الحكومة يعني بما معناها أن تعود الحكومة إلى عدن ولا تعود إلى المعاشيك. نحن نريد أن تعود كل وزير يرجع إلى الوزارة اللي هو فيها وتشتغل مؤسسات الدولة بشكل عام تخدم المواطن. في هذه الحالة ستجد المواطن المتعاون، ستجد كل فلس يتعاون لكن في هناك من سبيل يقول بأن دمج القوات الأمنية أهم من عودة الحكومة حاليا. هو نحن نتكلم انه طبيعي، من الطبيعي جدا لن تعود الحكومه الا اذا توفرت هذه الشروط. نعم اصلا يا عزيزي عندما نتكلم، واعتقد انه من خلال منبر قناه عدن، انه هذا الموضوع انا وغيري تكلمنا في هذا الجانب قبل ان توقع او تشكيل الحكومه، وكنا نحذر كاحزاب ومكونات سياسيه نحذر من تشكيل حكومه قبل ان يتم تنفيذ بنود الاتفاقيه بما فيها دمج المؤسسة العسكرية والأمنية. نعم هذه النقطتين هي كانت أهم، بل العمود الفقري في هذه الاتفاقية. الاتفاقية نعم. طالما أنا أقدر أستطيع يعني كمكون سياسي أنه أمتلك ميليشيات خارجة عن مؤسسة الدولة، فمن الصعب جدا أنه أقدر أنه من الصعب جدا أنه أتكيف أنا مع نظام الدولة، وبالتالي سأشتغل يعني في مشاريعي الخاصة ضد الدولة. وهذا حاصل. نحن الآن ما نحذر من شيء قادم، نحن نتكلم ونعاني من شيء حاصل. عدن ليست محررة. من يتكلم أن عدن تحررت في 2017 فهو لا يفقه في السياسة شيء. وإحنا نتكلم بكل وضوح، عدن مغتصبة، عدن محتلة إلى هذه اللحظة. يجب أن نكون واقعيين. لماذا ما نتكلم؟ نحن نتكلم عن معاناة المواطن في عدن. لو تكلمنا عن معاناة هذا المواطن المسكين في عدن، لان احنا انا بعتبر انه غياب الضمير العام عندنا بشكل عام. ماذا مستفيد المواطن في عدن في هذه العاصمه المسكينه المنكوبه؟ نعم. اذا الاختلالات يا استاذ علي، توسع هذه الجوانب، الاختلالات في الجانب الامني، في الجانب الخدمي، يتحمل المسؤوليه القائمين او الجهات القائمه على عدن حاليا، وليس لا. الحكومه الشرعيه لا لا كما لا. تحدث. لا 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 أنا ضد الفكرة هذا، وأنا ضد إني أحمل ميليشيات مسؤولية. هي ميليشيات، وطالما هي ميليشيات لن أخاطبها، لن أخاطبها ولن أعترف بها، ولن أناشدها حتى تتحمل المسؤولية، لأنها لا تعرف معنى المسؤولية. هي ميليشيات تشتغل لأجندة خاصة بها وحقوق خاصة بهم ومخصصات خاصة بهم يدافعوا عليها ويوجدوها وينهبوا حقوق الآخرين والتسلط على أراضي الناس وعلى مساكن الناس وحقوق الناس. ما فيش أكثر من هذا الكلام في دقيقة. أنا لكن أستاذ علي، كل ما تحدثنا عن العاصمة المؤقتة عدن وهذه الجانب اللي تحدثت عنها حاليا الآن، نتهم احنا في القناة وشاهدنا كذا، يعني هناك كتابات عنا ويقال لماذا لا تتناولون الوضع في مدينة كذا وفي محافظة كذا، رغم انه المفترض ان تكون العاصمة المؤقتة عدن هي نموذج يحتذى به في المحافظات المحررة. نحن كنا نتكلم اول عدن لها خصوصيتها وهي تختلف عن اي محافظات اخرى. عدن كان يفترض ان الحكومة بما فيها قيادة سياسية ممثلة بالاخر رئيس الى اصغر موظف او اصغر يعني حتى ناشط سياسي مثلي. انا اصغر واحد في هذه الحكومه اقدر اقول لك، او اي مواطن المفروض انها تكون في عدن، لانها عدن هي البديله، ويجب انها المفروض انها تكون عدن هي البديله. الان احنا لو تكلمنا بمنطق واقعيه، انا كمواطن مثلا في عدن، وعدن خصها الله بهذه الامكانيه، بدل ما تروح هذه الامكانيه تهدر الى مناطق اخرى، لماذا ما تكون في عدن؟ مصلحه المواطن في عدن. دعنا من التوجيه السياسي، تمام؟ نحن نتكلم على مصلحة عدن، فعندما نتكلم عن عدن هذا لا خلاف عليه أن عدن مهمة جدا أتكلم عنها. ماذا تريدني أتكلم عنها؟ أنا أي محافظة أخرى أتكلم عنها؟ المحافظات اللي في المحافظة الشمالية لا زالت يعني تحت يعني قبضة الميليشيات الحوثية. نحن الآن هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني إحنا المشاكل اللي حصلت في المحافظات الجنوبية أنستنا القضية المهمة في التالي وراحت الحوثي. وبدا يتمدد، بدل ما كنا احنا محققين في هذا الجانب يعني تقدم ان احنا نحرر البلاد، فبدينا الان يعني في 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 موقف الدفاع. فبالتالي اي محافظه تريدنا نتكلم عنها؟ اذا تكلمنا بشكل عام او نتكلم على تقييم عام لما تقوم به الشرعيه في هذه اللحظه، انا بعتقد اقول لك انها تعتبر يعني غير جيده. واصبحنا ايضا نناقش قضايا ومواضيع فرعيه، والمفترض ان نتجه لتناول مواضيع وقضايا
أكبر، تهم تحرير البلاد من بالضبط هذه الميليشيات الحوثية. بالضبط بالضبط بالضبط. إذا أردت أنك تحل المشكلة الكبيرة فيجب عليك أن تهتم بالصغائر حتى تحلها، لأنه أي معوقات في طريقك لا يمكن توصل للهدف طالما في معوقات في الطريق. فبالتالي إحنا الآن يجب أن لا نخطو، لا نخطو يعني لا نخطو خطوات يعني تتعدى ما هو المتأثرات التي موجودة في الطريق. إذا نحن يعني من وجهة نظرك في أقل في دقيقتين، ما هو الحل من وجهة نظرك لكل هذه، نحن لمعالجة الحل الخدمات أو لهذه الاختلالات يعني نعم؟ تفهمناه يعني في المناطق المحررة لا حل إلا بوجود تطبيق اتفاق الرياض. من غير تطبيق هذه الاتفاقية لا مجال نتكلم على مستقبل في هذه المحافظة. هذه مرحلة. الكلام بشكل عام فيما يخص الشرعية، أنا أعتقد أنه بهذه الإدارة وبهذه الكيفية التي تمشي عليها الأمور، يعني نحن طالما نحن واقفين في موقف الدفاع ما اعتقد ان احنا رايحين نحقق الهدف المقصود بعد 7 سنوات من الدفاع اللي ما كنا نتوقع، ولا كان يعني ما كان الكثير منا يتوقع، سواء احنا على المستوى الشخصي او على مستوى الدول التي معنا في التحالف انه يطول الوقت الى هذه المرحله. يعني يجب انه على الحكومه الشرعيه انه تحاول انها تفعل مؤسسات الدوله. متى ما تفعلت مؤسسات الدوله سنحقق تقدم المستوى العام في استعادة مؤسسات الدولة من يد الانقلاب الحوثي. إذن أستاذ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، نأمل أن تلقى هذه الخطاب من قبلك وهذه الدعوة آذان صاغية وأن تجد النور. شكرا جزيلا لك.